أستاذ مصطفى، أريد نعرف اليوم سبب تردي جودة الإنترنت بالعراق، وشنو السرعة اليوم اللي إذا يستخدمها المواطن، هل هي فعلا 4G؟ لو أكو خفايا اليوم تخفى على المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. ست هبة، أنا دائما أكرر وأقول يعني حلقة استضاف فيها عن هذا الموضوع، إحنا شو كنا نوصل إلى حل؟ نعم. يعني إذا نحكي ننفق شلون أقول لك بقصبة مزروقة، يعني نتكلم ونتكلم ونتكلم وماكو أذان مطلقة. ست هبة يعني لو قارنا بين العراق وبين الدول الأجنبية كمثال، هاي الهند يعني ما راح تروح بعيد، هاي الهند عارفين ينطونا 108 جيجا خلال 54 يوم بسعر 6 دولار. 108 جيجا والتفاصيل، يعني اخاف احد يريد يشيك وياي، يعني كلامي هذا يكون مفيد طبعا. النت عندهم السرعه مالته 15 ميجا بت سكند. نعم. ويوميا تقدرين تستخدمين 2 جيجا بايت يوميا، تمام، ولمده 54 يوم بسعر 6 دولار. النسخه العراقيه ينطونا 30 جيجا بايت والسرعه مو 15 ميجا بت بس وانما 64 كيلو بت وبسعر 50 دولار. يعني وين انت بالعراق 50 دولار ينطوك 30 جيجا، وين بالهند 6 دولار ينطونا 108 جيجا. يعني الفرق شاسع وكبير. هذا دليل على شيء، يدل على ضعف الحكومه العراقيه. نعم. وضعف التكنولوجيا. الحكومه عندها علم بهذا الشيء، وايضا هيئه الاعلام اليوم يعني مستتره على هذا الموضوع، برايك شنو سبب التستر؟ تتهبه شلون ما عندهم علم وهم يعرفون صغائر الامور وكبائر الامور. نعم. لكن الامور يعني تكمن في خلف الفساد، اكو فساد كبير مستشري في هيئه الاعلام والاتصالات. يعني نعم. احنا لازم نشخص كاس بعد واحد يضم هاي التفاصيل. احنا بدنا نشخص اكو خلل كبير في مصادر هيئه الاعلام والاتصالات، فهذا الخلل يشخص المواطن العادي ويشخص المسؤول ويشخص الفني. احنا كفنيين كخبراء بنشوف اكو سرعه بطيئه مع كثافه عاليه مع جوده رديئه. النتيجه شنو؟ النتيجه اكو فساد بالموضوع. الى متى؟ زين، يعني شنو برايك، شنو السبب اليوم هيئه الاعلام تتستر على شركات الاتصالات؟ يعني هل هو خوف منها؟ اكو ملفات فساد اليوم يعني شركات الاتصالات عندها علم بها واليوم تخاف من عندها؟ اكبر شيء صار بالفساد هو بال 2004 من وضع قانون البريمر في الصيت. هذا القانون من سوى فعل هيئه الاعلام والاتصالات، تفعيل هيئه الاعلام والاتصالات حجم عمل وزاره الاتصالات. وزاره الاتصالات هي الجهه الرقابيه والتشريعيه والتنفيذيه اللي تحكم شركات الاتصال. احنا دخلنا شيء اسمه هيئه الاعلام والاتصالات، حجمنا عمل الاداره. الوزاره قامت تقول انا جزء من اعمالي والمسؤوله عنها هي مد الكيبل الضوئي، مد البنى التحتيه. هيئه الاعلام والاتصالات احنا مسؤوله عن الاعلام وعن الاتصالات وسرعه الانترنت. هذا يقول انت تداخل صلاحيات، هذا فساد. ليش الفساد تتهمه؟ لانه يخلي منظومتين تشريعيه وتنفيذيه تراقب شيء واحد، وهذا فساد. فانت تقولي لي ليش هذا التستر؟ الشركات الاتصالات الثلاثه اسيا زين كوريك هي تتعامل ويا هيئه الاعلام والاتصالات، مرجعها هيئه الاعلام والاتصالات. يعني انا ما اقدر، ما شايف نظر عين، بس انا رجل ما عندي دليل ملموس، انا رجل عندي دليل محسوس. يعني القاضي اكو دليل ملموس يسميه سي دي او ورقه، او دليل محسوس يسموه استنتاج. انا عندي دليل محسوس انه اكو فساد ما بين هاي الشركات وما بين هذه الهيئه، والا ليش الانترنت بطيء والسرعه زين؟ يعني استاذ مصطفى، ما حاولتوا تتواصلون ويا القضاء العراقي ويعني تقدموا له هاي الدلائل؟ لو اصلا يعني اليوم اكو مخاوف من القضاء العراقي، يعني هذا يقدر. السيد محمد الشيع السوداني والسيد علاء الربيعي حاول اكثر من مره انه يفتح تحقيق وايضا يستجوب رئيس هيئه الاعلام، لكن لحد اليوم ما شفنا يعني شيء ملموس، يعني مجرد حبر على ورق. مع 70 نائب، انا اقول حجم يعني حجم الهجمه الكبيره فيهم 70 نائب. نعم. 70 نائب تقريبا تصدوا لهي المساله واستجوبوا السيد رئيس هيئه الاعلام، واعتقد تمت اقالته نتيجه عدم اكتفاء الادله والاقتناع بالاجوبه مالته. لكن زين، برايك اليوم الاقاله كافيه؟ داني اليوم ما احاسب واضرب بيد من حديد اليوم حتى ما اعطي مجال للشخص اللي يجي بعده. عزيزه، احنا قلنا الشخص بعدين، احنا ما نريد نقيد الشخص، احنا نعم. مو ضد الشخص، احنا ضد عمل الهيئه بشكل عام. يعني هسه اليوم من قلنا رئيس هيئه الاعلام والاتصالات،
شنو السرعه بالخدمه عندنا؟ شنو القلب السعر؟ شنو زاد السرعه بالجوده؟ كل شيء ما صار عندنا فرق. فاحنا مو ضد الشخص، الرجل قد يكون ارقى انسان، لكن احنا كمنظومه هي منظومه عندنا خاطئ. يعني برايك اليوم المشكله هي مو برئيس هيئه الاعلام، هي المشكله بصوره عامه خاصه بهيئه الاعلام والاتصالات. احنا عندنا مشكله، يعني مشكله فساد مؤسساتي وليس فقط فساد شخص. نعم. فساد مؤسساتي. احنا ستي العزيزه الموضوع كلش بسيط، لجنه مكونه من 10 اشخاص، مهندسين، فنيين، من وزاره الاتصالات ومن هيئه الاعلام والاتصالات ومن ديوان الرقابه الماليه، يذهبون الى احدى الدول اليابان الصين ويسوون دراسه متكامله عن طريقه عمل الانترنت ويجيبون كوبي بيست، لو احنا ننفذ لو يجيبون هاي الشركات الاجنبيه بالتعاون مع الحكومه العراقيه ينفذوننا، والله الموضوع سهل. نعم. بس شوفي ست الموضوع اذا يبعدون عن الفساد الموضوع كله سهل، لكن هم الناس ما يقدرون يبعدون هذا الفساد. زين شلون ممكن نبعد الفساد عن اليوم شركات الاتصال؟ عفوا ما سمعتك. شلون اليوم ممكن نبعد الفساد عن شركات الاتصالات وتكون محاسبه حقيقيه لهم؟ يعني احنا مثلا اول شيء اعتقد حسب معلوماتي اللي انا حاليا غير متاكد من هاي المعلومات، ديوان الرقابه الماليه العراقي غير مسموح له بالدخول الى شركات اسيا وزين وكورك لتدقيق وارداتهم الماليه. الحين هاي الشركه تابعه للحكومه العراقيه وتستعبرها للحكومه العراقيه، لازم الحكومه العراقيه تسوي ديوان الرقابة المالية يروح يتابعها.